أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي أهمية الجهود الإنسانية والحقوقية لدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية. وقال عبد العاطي إن الحرب على غزة تسببت بفظائع وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، مشيرا إلى وجود تضامن شعبي عالمي غير مسبوق للفلسطينيين. وثمن رئيس الهيئة الدولية الجهود الإنسانية المبذولة من أمثلة إدراج الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء لانتهاك حقوق الطفل أو إصدار مذكرات اعتقال من قبل مكتب للدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية. أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة أن تعامل الولايات المتحدة مع الاحتجاجات المناصرة لغزة داخل الجامعات يكشف عن ازدواجية المعايير الأمريكية نحو قضية الفلسطينية. وقالت النتشة إن الولايات المتحدة تمارس أعمال عنف وقمع غير مسبوقة على الإطلاق ضد المتظاهرين السلميين المؤيدين للقضية الفلسطينية، ما يكشف عن ازدواجية المعايير الغربية تجاه الأحداث في غزة. وأوضحت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني أن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات أكدت زيف الادعاءات الأمريكية بأنها المناصر الأول لحرية التعبير عن الرأي واحترام مواثيق حقوق الإنسان. Arrest. Force will be used to arrest you.